السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمهور التونسي كله يستعد إن شاء الله الساعة 10 بتوقيت القاهرة، ده التوقيت اللي أنا عارفه. المفروض يعني كمان ساعة، ساعة إلا ربع، نص ساعة، على حسب ما الفيديو ينزل على القناة. المفروض إنه السباح التونسي الرائع أحمد الجوادي هينزل النهاردة في نهائي سباق 800 متر حر رجال. أحمد الجوادي عمل مركز تاني في الترتيب العام، لكن إن شاء الله يكون هذا المركز، ممكن يكون مركز، يعني مش عايز اقول مخادع، يعني عايز اقول انه مركز يكون ما هواش، او الرقم اللي عمله ما يكونش هو الرقم الحقيقي اللي يقدر يحققه. نتمنى ان شاء الله انها تكون ميداليه ذهبيه، لكن وفقا للاداء بتاع الجوادي في التمهيدي فالجوادي قادر على انه يحقق الفضيه على الاقل ان شاء الله، اذا مشي بنفس الرقم او مشي اتسبق بنفس القيمه اللي هو حققها. احمد الجوادي امتداد طبعا للسباح العالمي اسامه الملولي، وهيشارك برضه في سباق 1500 متر بالمناسبه، برضه متوقع انه ممكن يعمل ميداليه لتونس ويعمل ميداليه للعرب. نتمنى ان شاء الله ان احمد الجوادي يكون هو صاحب اول ميداليه ذهبيه للعرب في هذه الاولمبياد، وان شاء الله يفرح الجمهور العربي ويفرح الجمهور التونسي بهذا السباق، في هذا السباق وبهذه الميداليه باذن الله تعالى. مستنيين احمد الجوادي اقل من ساعه ان شاء الله يبدأ السبق، وإن شاء الله نفرح كلنا بأحمد الجوادي وميداليته بإذن الله في 800 متر حر رجال. السلام عليكم.